اسال حضرتك بقى في البدايه، شفت ازاي مواجهه الاهلي للرجاء في ماتش العوده، شوط اول وشوط تاني؟ سيبك مني، انا ماشي اقول لك انا بيحصل لي ايه من ساعه المباراه. يعني يا اتفضل. مبروك مبروك طبعا، حتى وانا داخل على البوابه دلوقتي اي الانتاج الاعلامي، اي الناس الجمال بتوع الامن، اي مبروك يا كابتن، الف مبروك طبعا نادي الاهلي. قلت له بس انت كان حالت كنت عامل ايه في الشوط الثاني؟ انا بسال اللي بيقول لي مبروك وانا بقول له مبروك، ايوه احنا الاثنين بنقول مبروك. قال لي كنت خايف قوي. قلت له ليه؟ قال لي عشان لعيبه الاهلي انا حسيت انها خايفه وراجع على ال 18 يعني. قلت له طب انت تقبل ان لعيبه النادي الاهلي تخاف؟ قال لي لا. قلت له شو مبروك. بص، الاهلي شخصيته ظهرت اولا طبعا، مبروك 180 دقيقه الاهلي افضل بكل اللي شفناه، يعني سواء في القاهره او في الدار البيضاء. انما الاهلي شخصيته ظهرت بعد الشوط الاولاني، انت هو يجيب بعد الهدف الاولاني او هدف الرجاء فرقه، تجيب فرقه تقيله قدام الجمهور ده كله. ولو ان برضو انا الاهلي مش لازم يبقى يعني الجمهور يهزه، ده الاهلي. ف 5 دقايق هدف مبكر، الجمهور تشجيعه، انا طبعا عشت وشحت المغرب كتير والشمال الافريقي كله وعارف الجمهور بيشجع ازاي يعني. بس مسك كوره وهاجم وصنع فرص، والرجاء غلط ورجع على ال 18 بتاعته. إذا مقبول ولا مش مقبول؟ مش مقبول يتقبل مثلا من الرجاء إذا اتقبل، لكن أنا لا أقبله من إذا الأهلي مقبول يعني. أن تفوز على الرجاء وتهاجمه في ملعبه، ده طبعا الأصل. ما هو عمل كده الأهلي الشوط الأول، شخصيته ظهرت في الشوط الأول ولعب ونقل وبنى هجمات واستحوذ 60% الأهلي 40% الرجاء. الشوط الثاني 60% الرجاء و40% الأهلي، والأهلي فرقة تقريبا كلها 8 او 9 من الفرقه على قدام ال 18 وجوه ال 18. طيب انا بس هنا عايز اسال حضرتك سؤال، هل هو الامر له علاقه بانه لعيبه الاهلي خايفه؟ ولا خليني اكون امين مع حضرتك واقول لك اللي انا شاهدته، انه تغييره حسين الشحات هي اللي ادت الى تراجع النادي الاهلي ونزول ايمن اشرف، بدل ما كانت المفروض ان هي دي من اجل التامين الدفاعي الزاد على الحد، هي اللي ادت الى انه الاهلي فعلا من بعد التغييره دي والاهلي اتضغط طوال المباراه. هل هو بقرار من المدير الفني بالتغييره ديت ولا من اللعيبه نفسها؟ ممكن يعني كوبر عمل كده مع المنتخب، كيروش عمل كده مع المنتخب مع درجات متفاوته. ماشي. فرق عربيه تقريبا 70 او 80% من الفرق العربيه من الخليج الى المحيط بتعمل كده لما بتتقدم بهدف، ترجع عشان تدافع على هذا الهدف، بعدين الفرقه اللي قدامها ترجع للمباراه وتتعادل، تقوم الفرقه اللي كانت بتدافع تبدا الهجوم. ماشي. هذا يحدث في جميع الفرق العربيه تقريبا، اقول 70 80% منها. ماشي. هذا امر يتعلق بذهنيه اللاعب العربي، بذهن اللاعب العربي، بثقته في نفسه. ده واحد. اثنين، القدره البدنيه. طب يعني انا قاعد بتفرج امبارح على الاهلي، حصل كتير لكن خلينا في امبارح في المباراة، يعني متضايق لان الاهلي معرض انه يعني يخرج من البطولة. في فرص جت للرجاء، حتى لو فرص مش صريحة قوي انما مخطوفة. ايوه. وبعدين النهاردة نور الشناوي تألق تاني، الشناوي هو اللي بيشيل يعني، او خط الظهر كمان مع الشناوي بيشيل. خطر جدا اللي حصل ده، والطريقة دي غلط. بس انا بقول يا اهلي روح قابل من قدام شويه، مش اوعى تعمل ضغط عالي، ما تقدرش. انت مش ليفربول، لكن روح لنص نص الملعب وقابل لعيبه الرجاء، ما تخلاش توصل لل 18. انا بكلم نفسي. ايوه. وبعدين بقول للاهلي يا اهلي اعمل باسنج جيم، امسك كوره واعمل تمريرات، يعني احرم الرجاء من انه الكوره تبقى معاه. ده مسألة قدرات بدنية. انت عشان تعمل ده، عشان الناس بس تفتكرش ان انا بتكلم كلام، هو كلام ده سهل لكن هو حقيقة صعبة جدا.
الاهلي عشان قدام الضغط الرهيب بتاع الرجاء عشان يقابل ويستخلص الكوره ويعمل باسنج جيم ويستحوذ عليها بلاش يبني هجمات، ان شاء الله يفضل يعمل كده التمريرات، دي عمليه صعبه جدا، لان معنى كده انت هتعمل للاعيب مجهود بدني عشان تجيب الكوره، وهتعمل مجهود بدني عشان تتحرك كلك، كل الفرقه تتحرك عشان اللي معاك كوره يلاقي زمايله فاضيين يديهم كوره. صحيح. فده مساله بدنيا صعبه جدا. فانا اعتقد ان السبب الاول بدني. السبب الاول بدني. بدني عند اللعيب المصري في المنتخب، في الاهلي، في الزمالك، في بيراميدز، في المصري، في الاسماعيلي، بدني في المواقف دي بدني. انما المدرب ايضا لم يتدخل. يعني انا كنت عايز اشوف حتى بطريقه ما يبقى في شكل من اشكال التدخل، عشان ما ينفعش ابدا تبقى. انا ما شفتش طبعا كل انفعالات موسيماني، لكن الاهلي كان في موقف خطر جدا في الشوط الثاني. احنا بنهني الفرقه انها وصلت، وبنهني الفرقه انها قدرت تتخطى فريق كبير قدام جمهور كبير برضه، لكن ده الاهلي. امال بطل ازاي؟ يعني انا بس يعني مش عايز يعني ايه كلمه المهم ان هو كسب وعدى. لا، لان البطوله لسه ما خلصتش، فلازم اعالج السلبيات يعني. لا كمان السلبيات دي قديمه يعني متفاوته في الدرجه، لكن هناك هذه السلبيات. انما مش عايز نركز دايما ان احنا الحمد لله ان احنا عدينا. لا، العب كوره، العب العب كوره بشكل يعني 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 يعبر عن شخصيتك. تعبر عن شخصيتك. مش كل المباراه ما تقدرش. ايوه لكن تبقى ند معظم المباراه.